يس اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النهارده عن infectious diseases، الامراض المعديه. اسمي محمد مجدي، اعرفكم بنفسي. انا طالب سنه خمسه من كليه سليمان الراجحي. باذن الله اليوم يكون موضوعنا سهل، وهنتطرق في باذن الله اليوم دي بس في technical problems سلايدات. ايوه هنبدأ إن شاء الله موضوعنا اليوم إن إحنا هنتكلم عن some of infectious diseases. And we will begin with the first question. The question says, a 30 years old female presented with pain during micturition and suprabiopic abdominal pain. Urine analysis shows leukocytes count of 10 white blood cells per millimeter cube and positive leukocyte stress. Other parameters were normal. Nothing found in digital rectal examination. What's your diagnosis? So هنا السؤال very obvious and هنا مدينك بعض السيمتومز الأعراض. بيقول لك إن واحدة جات وعندها مشكلة وجع في المكتوريشن، سو يعني وجع عند التبول ووجع في بطنها، واليورين اناليسيس شوز ليكوسايتس كاونت 10، سو يعني تقدر تقول عالي، اند والبوزيتيف ليكوسايت ستريس. والخيارات بتقول لك هو ايه اللي عند هذه المراه، سو ات كان بي بايلونيفرايتس اور سيستايتس اور يورينري ستونز اور بروستاتايت. Prostatitis. So, what's your diagnosis? What do you think? واحدة ندى بتقول، دكتورة ندى بتقول إن هي cystitis. طيب هنبدأ نشوف الأول ليه cystitis. معلش هو في ديلي تقريبا في الحركة مش عارف ليه. طيب أول حاجة موضوعنا obviously is urinary tract infection. First we know all urinary tract infection. There's some classification. عندنا classification of urinary tract infection. يعني we can classify the urinary tract infection بناء على clinical presentation. ممكن يكون asymptomatic بكتيريوريا، يعني بس عندها بكتيريا في اليورين لكن ما عندهاش سيمبتومز، تمام. او ممكن يكون urinary tract infection the known one المعروف اللي هو عندها بكتيريا في اليورين وعندها clinical features زي الحاله اللي كانت عندنا من شويه. او ممكن نصنفه على حسب اللوكيشن، ممكن يكون lower UTI او upper UTI. lower UTI اللي هو اي شيء تحت الكليه، يعني الكلية تعتبر هي الأبر UTI. إذا كانت عندك infection في الكلية تحت الكلية أي شيء نعتبره lower UTI. فممكن يكون مثلا في البلادر ساعتها نقول عليه cystitis، ممكن يكون في اليوريثرا urethritis، ممكن يكون في البروستات prostatitis، تمام. أو أبر اللي هو زي ما قلنا في الكيدني وساعتها بنقول عليه بايلونيفرايتس. ممكن نصنفه طبعا على حسب برضه السيفيريتي او حده المرض، ممكن يكون كومبليكيتد او ممكن يكون انكومبليكيتد. الانكومبليكيتد اللي هو عباره عن يو تي اي مش موجوده عند واحده بريجننت، يعني بتكون مراه عاديه نوت بريجننت مش حامل، بتكون بري مونوبوزال، بتكون ما عندهاش قبل كده تريتمنت فيلر في لليو تي اي، وما عندهاش سيريوس اوت كومز، يعني ما عندهاش كومبليكيشنز بتاعت اليو تي اي شبه مثلا سكارينج او ضيق في المسالك البوليه الى اخره. طبعا الكومبليكيتد عكس كده، يعني اذا كان طبعا مريض ميل على طول بنعتبره complicated، ده يعتبر ريسك فاكتور. يعني
إذا كان بوست منوبوز برضو، إذا كانت بريجننت أكيد immunosuppression suppression يعني عنده مشاكل في الاميون سيستم، او رينال فيلر عنده مشاكل في الكدني اصلا، عنده يعني فشل كلوي او عنده سكر، كل ده يعتبر ريسك فاكتورز انه يخلي الحاله اليو تي اي اللي عندنا كومبليكيت، او ممكن يبقى حاجه اسمها هيروسيبسيس، تمام، اللي هو لايف ثريتنينج، يعني حاجه وصلت للسيبتيك شوك، وصلت لحاله السيبسيس. طبعا بناء على السيمبتومز اند ساينز ممكن نعرف يعني فين اليو تي اي، هل هو ابر اور لور. يعني مثلا اذا كان في الكدنيز في الكليه، ده هيجي لك المريض بوجع في الباك في الظهر وفي الفلانكس جوانب، وهيكون عنده فيفر، طبعا علامات الفيفر معروفه، ارتفاع حراره ده اهم حاجه، والشيكينج وتشيلز، وهيكون عنده نوزيا، وهيكون عنده فوميتينج، تمام، ده اذا كانت المشكله في الكيدنيز. طب اذا كانت في البلادر او عنده سيستايتس لور يو تي اي، هيكون عنده بلفيك بريشر، يعني وجع اسفل البطن شويه واحساس ان في بريشر في البلفيس، لور ابدومين ديسكومفورت نفس الطريقه برضو، فريكوينت اند بينفول يورينيشن، هيزيد عنده معدل التبول، وهيكون التبول في وجع، وخاصة بيسموه كمان وجع في حرق شبه، يعني حاسس انه اللي هو burning with urination، كمان ممكن يجي في cystitis او بيجي في الريوريثرا، هو اكتر في الريوريثرا. وبلود ان يورين، طبعا اي بلود ان يورين هيماتوريا suspect انه عنده مشكلة في اللور UTI، عنده lower UTI problems، lower urinary problems. ممكن يكون urethritis، ويكون عنده burning with urination، ويكون discharge، يعني يكون في discharge، في حاجات ممكن يكون مثلا إفرازات بيضاء اللي هو pus أو صفراء، تمام. So البول ممكن يطلع دلوقتي لو سمحت، نشوف أيوة الإجابة هنا، يعني نركز على symptoms المحطوطة. cystitis exactly، لانه ما فيش اي علامات للابر يو تي اي، كلها علامات لللور يو تي اي. طبعا استبعدنا البروستايتس، لانه هنا قايل لك انه nothing found in digital rectal examination. طبعا البروستايتس هتلاقي فيها تضخم في البروستات، وهتلاقي فيه وجع وانت بتعمل digital rectal examination. digital rectal examination اللي هو يا دانيا، اللي هو الاكزامينيشن اللي هو بنعمله، اوكي ما اعرفش بس انا في العربي اجيبها لك بالعربي ازاي، اللي هو انت فهمتي، اي دونت نو ذا ابريفيشن، تمام اللي هو اكزامينيشن بايركتال، اكزاكتلي. طيب نيكست، سو سيستايتس ذا انسر. So next question here, a 30-year-old female presented with pain during menstruation, suprapubic abdominal pain. نفس السؤال لكن مغيرين فيه شوية. Urine analysis shows leukocyte count of 10 and positive leukocyte stress. Other parameters were normal. What is the next appropriate management? هنا بيسأل عن المانجمنت. What do you think? Should we start empiric antibiotics or no need for treatment at all? Or we have to encourage hydration and drinking of cranberry juice, or we have to send for culture and wait the result? What do you think? عمران بيقول ان احنا ممكن نعمل كلشر، تمام، هنشوف. حد عنده كلشر برضو؟ تمام. حد عنده اي اجابة تانية؟ دلال بتقول start empiric antibiotic. سارة برضو، ندى. طب يلا نبدأ نشوف ليه، ايه الاجابة وليه. ان شاء الله نشوف في ديلي شويه في السلايدات. اوكي، the treatment of UTI initial treatment، remember that very very important and very، يعني بيتسال كتير السؤال ده في اي اختبار هتدخله، اذا كان SMLE، اذا كان USMLE، اللي هو هتبدا initial treatment with empiric regimen. So يعني الحاله اللي كانت عندنا دي uncomplicated cystitis، we have to begin empiric regimen، وطبعا هناخد عينه ونرسلها ونعمل كلشر، تمام، وبناء على الكلشر هنبدا نغير التريتمنت اللي معانا.
فغالبا بنبدا امبيريكال تريتمنت، بندي انتيبيوتكس. In unclear or complicated cases, the regimen may subsequent. زي ما قلنا إن هي بعد كده ممكن تتغير يتغير التريتمنت بناء على الكالشر. فبناء على إذا كان يوريترايتس بناء على الكالشر عندنا هنا، أنا مش هتطرق في هنا بس يعني تعرفوا إن السيمبل uncomplicated UTI بنستخدم معاه ال TME اللي هو CMX اللي هو combination بينهم، أو بنستخدم النيترو فورنتاين. طب تمام، بس النيترو فورنتاين هو ال recommended يعني. إذا كان complicated بعد كده ممكن نغيره على حسب ال culture. طيب إيه ال indication for culture؟ إمتى نعمل culture؟ هل كل UTI بنعمل معه culturing؟ بنشوف إذا كان في suspicion of complicated UTI. إزاي يعني suspicion؟ يعني عندك مثلا هو عندك risk factors، يعني pregnant، هو عنده complication، عنده بسبب الـ UTI مثلا عنده تضييق في المسالك البولية، عنده مثلا شكيت انه ممكن يكون عنده بروستاتيتس، ساعتها هنا ممكن تعمل كالشر. ممكن يكون healthy care associated UTI، يعني مريض عندك محجوز في المستشفى وجاله فجأة UTI، هنا لازم تاخد كالشر. suspicion of pyelonephritis طبعا upper UTI على طول لازم تعمل كالشر. أو عنده يوروسيبسيس، خلاص البكتيريا وصلت للدم، ده مهم جدا برضو. suspicion of uncomplicated cystitis with either of the following، يعني إذا كان عنده uncomplicated cystitis أو وعنده حاجة من دول تعمل كالشر برضو. عنده history of recurrent UTI، يعني بيجي له الانفكشن بشكل متكرر، أو atypical symptoms، عنده والله symptoms أنت مش عارف هي upper or lower UTI، عنده مشكله في اليورين اناليسز يعني برضو انت مش متاكد، عنده مثلا ريسنت انتيبيوتيك يوز لانه ممكن الانتيبيوتيك يوز ده يعرضه انه يبقى عنده انفكشن ببكتيريا معينه برضو، فانت لازم تعمل كالشر، او انه يكون ايج اكتر من 65 سنه. طيب ايه الاجابه هنا تاني؟ بالضبط، اكسلنت. سو وي ستارت وذ امبريك انتيبيوتيك. ليتس جو تو ذا نيكست كويشن. الانسر في الكوشن 1، لا هنا احنا بدأنا في كوشن 2، مش فاهم قصدك توصلت في كوشن 1، يعني انت عايز تعرف الانسر بتاع كوشن 1 كانت ايه؟ كانت سيستايتس لانه عنده اعراض لور يو تي اي. طيب هنا انا حطيت اكسترا كوشن لان انا السؤال ده برضو بيجي كتير جدا متكرر، انك لازم تعرف ايه هو الانتيبيوتيك اللي تديه في حاله اليو تي اي. هي نفس الحاله ولكن هنا انا قلت لك ندي ايه الافضل، ان احنا ندي سيبروفلوكساسين، سيفتراكسون، نيتروفورنتين أو أمبيسيلين. نيتروفورنتين صح، كله أصلاً already كله جاوب C. excellent excellent صحيح. السؤال الثالث، a 4-year-old child has a history of recurrent urinary tract infection. Ultrasound showed renal scarring. The physician wants to do an investigation to check for complications. What is the appropriate investigation? What do you think? Ultrasound, لدمس سكان، تكنيتشيوم، MCUG اللي هي ميكتوريشن يوروغرافي، دمس سكان. طيب حد عنده أي إجابة تانية؟ في بيقول دايليا، دكتور دايليا بتقول بي، برضو ندى، في يعني في بي جمع على بي، وفي ناس بتقول سي. طيب خلينا نشوف. طيب أول حاجة يعني عايزين نناقش إيه الكمبليكيشنز اللي ممكن تحصل بسبب الـ UTI. يعني عندنا كمبليكيشنز ممكن تحصل في الميلز، ممكن تحصل في البريجننت وومن، عشان كده طبعا قلنا البريجننت one of the risk factor إنها تكون إيه complicated UTI. ممكن يكون general complications. طيب نبدأ بالبريجننت وومن. ممكن يحصل increased risk of preterm labor and birth. ممكن يحصل hypertension and preeclampsia. ممكن يحصل كوريوامينيتس بسبب الانفكشن، ده ممكن يوصل للبلاسينتا او يوصل للكوريون يعمل انفكشن. في الميلز طبعا ممكن يحصل يوريثرال ستراكشر اللي انا قلت عليها، تضييق في المسالك البوليه. ممكن يحصل ابيديدمايتس اللي هي انفكشن او يعني في الابيديدمس. ممكن يحصل بروستايتس، ممكن يحصل اوركايتس. فعشان كده الدكتور لازم يعرف انه ممكن يجي له المريض بيوتي اي بس ممكن يكون عنده انفكشن في حاجه تانية كمان. تمام.
ممكن يكون جنرال كومبليكيشنز بايلونيفرايتس. بايلونيفرايتس ممكن تكون كومبليكيشن لليو تي اي، ايوه، لانه لو عندك لور يو تي اي من الكومبليكيشن ان هو اللور يو تي اي ده يحصل له اسندنج ويطلع ويعمل لك يعني انفكشن كمان في الكيدنيز. ممكن يحصل ابسس، ممكن يحصل يوروسيبسس، ممكن يحصل انفيزيماتوس بيلونيفرايتس اتسترا. يعني انفكشن سبريدنج اوف انفكشن دي كلها عباره عن يعني معنى سبريدنج اوف انفكشن. ممكن يحصل سكارنج يعني يبان على الالتراساوند. طيب هنا يعني جبت لكم لان السؤال هنا متعلق بانه حصل سكارنج، فايه هو الانفيزيجيشن اللي انت المفروض تستخدمه؟ طبعا الانفيزيجيشن هنا اللي هو فويدنج سيستو يوريثروغرافي از يوزد. طبعا الفويدنج سيستو او ميكتوريتنج سيستو يوريثروغرافي الاثنين نفس المصطلح، يعني ممكن تلاقيه في في سي يو جي، ممكن تلاقيه ام سي يو جي. طبعا بيستخدم امتى؟ في حالات المتكرره، لو عندك يو تي اي متكرر، ممكن يكون في الابنورمال التراساوند شبه عندنا هنا في الحاله دي عندها سكارنج على الالتراساوند، ممكن في الفايندنجز زي الهيدرونيفروسيس اوبستراكشن سكارنج برضو او ماسز. ممكن تعمل يعني اذا كان في حاله برضو الابنورمال فويدنج باترن، والله مش عارف مثلا يخرج البول مش عارف كده، فهو لازم برضو تعمل الاختبار ده. سو هنا الاجابه هتبقى ايه؟ طبعا الاجابه في اجماع هنا ان هي هتكون الام سي يو جي، ودي الاجابه الصحيحه فعلا. في سؤال عندنا بس هنا واحد بيقول السؤال الاول ليه ايه السيجنيفيكانس اوف بيرفورمينج ديجيتال ريكتال اكزامينيشن تو اكسكلود وات. طبعا انا حطيت في السؤال تو اكسكلود بروستاتايتس اللي هي الانفكشن او انفلاميشن اوف بروستات جلاند، لانك انت لما تيجي تعمل ديجيتال ريكتال اكزامينيشن هتشوف لو في عندك البروستات ديت والله تندر او سويلت سويلينج فيها يعني، او الحاجات دي هتكلها يعني هتبين لك اذا عنده بروستاتايتس او لا. تمام. طبعا هنا في سؤال بيقول لك ايه هو السيف ان بريجننسي. السيف ان بريجننسي اللي هو السيفالوسبورينز والبنسيلينز، دي هي البيست تشويس ان بريجننسي في حالات اليو تي اي. طبعا الترايميدوبرين برضو بيستخدم، بس يعني على حسب الترايمستر، يعني ممكن تستخدمه والله الترايميدوبرين في الفيرست ترايمستر، بس الافضل مثلا نستخدم النيتروفرونتوين في الثيرد ترايمستر اند سو اون. تمام، جاوبت على سؤالك؟ لا طبعا في الفيميل ما بتستخدمش ديجيتال ريكتال اكزامينيشن. هي كانت في السؤال الاول فيميل، لو فيميل يبقى عندك حق لان هي خطا بس يمكن في مطبعي في السؤال، انا حاولت ازودها بس عشان ان احنا نعمل اكسكلودنج البروستاتس. يعني كويس على الملاحظه الصراحه، يعني فعلا في خطا في السؤال. ان فيرست ترايمستر واحنا بنستخدم الترايميدوبريم. ترايميدوبريم صح صح، الترايميدوبريم اللي هو كونترا انديكيتد في الفيرست ترايمستر اصلا، انا لخبطت. صح، الترايميدوبريم كونترا انديكيتد اصلا في الفيرست ترايمستر. تمام، زي ما قال صح يعني اخونا هنا النيتروفرونتوين هو الفيرست لاين unless she is term use flexin or amox. صحيح. طيب question 4. An Indian patient came to the clinic with complaint of headache started 1 week and increases in severity within the last 2 days along with intermittent fever. Investigations CSF بين لك showed low glucose, increased white blood cells count with lymphocyte dominance, increased protein and negative gram stain. CSF culture is not ready yet. What is the causative organism depending on CSF results? What do you think? طبعا السؤال ده مهم جدا وبيجي على طول في أي اختبار ممكن تقابله. يعني من الأعراض لازم تعرف هي عندها إيه أصلا أو عند البيشنت ده إيه، وبعد ما تعرف من الأعراض تشوف نتائج الـ CSF analysis هتعرف هل هو tuberculosis or nizaria or herpes or pneumococcal meningitis. What do you think؟ يعني الأغلب بيقول A اللي هو tuberculosis meningitis. خلينا نشوف الإجابة صح ولا لا. أنا هخلي السلايدات كده عشان تتحرك أسرع لأن مش عارف ليه لما بكبر سلايد في ديلي شنيع، يعني مش فاهم. طيب يعني هنناقش هنا المينينجيتس. inflammation swelling of protective membranes covering the membrane and spinal cord.
clinical features طبعا اهم clinical features هتكون اللي هي fever لانه infection headache and neck stiffness هنعرف اذا انه عنده neck stiffness في عندنا signs في عندنا الكيرنيك ساين وفي عندنا البردونسكي ساين في عندنا في بعض الحالات طبعا الساينز دي المفروض تظهر دلوقتي نشوفها ايوه في عندنا الكيرنيك ساين ودي بتيجي كتير برضو في الاختبارات التو ساينز دولي انه والله لما المريض بينام وبتعمل ترفع رجله من حاله الفليكسد هيب اند فليكس ني تيجي ترفع رجله بالمنظر ده هيحس بايه بوجع ده تعرف ان عنده ستيفنس طيب ايه الاختبار الثاني اللي هو هتنيمه تمام وتخليه يرفع راسه وعنده والهيب طبعا فليكست في نفس الوقت والني فليكست هيحس ساعتها انه يعني اول ما هترفع راسه هو هيعمل الفليكشن ده يعني هو هيكون متمدد وهترفع انت راسه فهو المفروض يعمل الفليكشن ده كرد فعل عشان يقلل الالم فدي تعتبر الساين الثاني في عندنا بيتيكيال راش طبعا ديت يعني سبيسيفيك ساين فور منينجوكوك منينجوكوكال منينجيتس طبعا دي سبيسيفيك لو لقيتها في السؤال على طول اختار الانفكشن منينجوكوكال منينجيتس طيب مهم جدا تعرف طبعا الريزولتس بتاعت السي اس اف طبعا هنا بيقول لك اهم حاجات تعرفها اللي هو البروتين والجلوكوز والجرام ستين طبعا والكالشر طبعا انت مش هتستنى يبقى فيه كالشر في الحالات دي لازم انك تتصرف على طول وتعرف عنده ايه ففي حالات البكتيريا هتلاقي عنده البروتين عالي لكن لان البكتيريا بتتغذى على الجلوكوز هتلاقي عنده الجلوكوز في السي اس اف واطي تمام البردومينان سيلز في الحاله دي هتلاقيها بولينيوكلر سيلز وفي حاله التيوبركلوس منجيتس البروتين هتلاقيه عالي برضو لكن الجلوكوز برضو هتلاقيه واطي لانها بكتيريا لكن الليكوسايتس مش هتلاقيها عاليه شبه هنا يعني هتلاقيها عاليه بس بشكل بسيط تمام لان احنا عارفين التيوبركلوس اغلبها بتكون انتراسيلر فالليكوسايتس مش هتبقى عاليه شبه البكتيريا الانفكشن البردومينال سيلز هتكون ليمفوسايتس اوكي هنشوف برضو عندنا الفانجل اللي هو الفطر يعني هيكون عندك البروتين برضو عالي الجلوكوز هيكون واطي الليكوسايت كاونت هتكون أكتر من 10 برضو والبردومينان سيلز مهمة جدا انك تعرف انها تكون الليمفوسايت تمام والفيرال طبعا معروف البروتين هيبقى هنا واطي العكس لان الفيروس بيستخدم بروتين في انه يعمل يصنع يخلي السيلز تصنع بروتين عشان الفيروس فهتلاقي هنا الفيروس اللي بيخلي البروتين واطي والجلوكوز طبعا هيفضل زي ما هو عالي مش اعلى من 0.6 والليكوسايت كاونت هتكون عاليه برضو وبردومينانت بتكون الليمفوسايتس طيب نشوف هنا الاجابه هتكون ايه طبعا هنا اللو جلوكوز ليمفوسايتس بروتين عالي دي نيجاتيف جرامستين اهم حاجه تيبركلس صح لانه اللي هنا خلينا نقول تيبركلس اللي هي لو جلوكوز عندك ليمفوسايتس البروتين عالي والجرام نيجاتيف اهم حاجه نيجاتيف جرامستين انت لما تعمل ستيننج معروف لان التيبركلس از انتراسيلولار بكتيريا سو يو ويل نوت فايند اني ثينج الاجابه صح تيبركلس السؤال الخامس 15 month old child is presented with fever, lethargy, irritability, vomiting, poor feeding. Lumbar puncture is done and CSF culture shows a gram negative diplococcus. What is the appropriate management? أي فكرة? What do you think? في ناس بتقول C, ceftriaxone and vancomycin, ampicillin and gentamicin. طيب انتوا اولا عرفتوا ايه المشكلة اللي عند الشايب صح؟ لان طبعا الحاله دي مهمه جدا لانه لما يكون عندك طفل في العياده انت مش هيقول لك مش الاعراض بتاعته فانت يو هاف تو سسبكت مينينجايتس
ايوه بالظبط. يو هاف تو سسبكت منجيتس في اي طفل يجي لك بالاعراض اللي انت شايفها دي: فيفر، ليثرجي، اريتابيليتي، فوميتنج، وبور فيدنج. ف هنشوف دلوقتي الفيرست لاين مانجمنت مع بعض. طبعا هو ميديكال امرجنسي، از وي نو، فيري امبورتنت تو نو ذات اتس ميديكال امرجنسي. دونت ويت فور كلتشر، على طول تدي امبريك انتيبيوتيك ثيرابي على حسب الايج. لو عمره اقل من 28 يوم تدي امبيسيلين وسيفوتاكسيم. لو عمره اعلى من 28 يوم بس اقل من 3 شهور تدي سيفوتاكسيم اند فانكومايسين. ايج اكتر من 3 شهور بتدي سيفتراكسون اند فانكومايس. هنا الطفل طبعا كان عنده ايه؟ عنده 15 شهر، يبقى هندي له طبعا سيفتراكسون اند فانكومايسين، اللي هي الاجابه صحيح، الاجابه سي، هندي له سيفتراكسون اند فانكومايسين. فينا غلط برضه في الانسر كي، باك تو بريفيوس سلايد، اللي هي دي تقصد اني واحده؟ الانسر المفروض ان هي سيفتراكسون ده ادفانكومايسين، بس تقريبا في يعني خطا في الكي انسر كي هنا، فهي المفروض سيفتراكسون اند فانكومايسين. اوكي، يعني هنا الجايد لاينز هي بتقول لك ان سيفتراكسون اند فانكومايسين. طيب السؤال السادس: 22 years old male is presented to ER with seizures, altered mental status, fever and headaches. On investigations, CT showed hypodense lesion in frontotemporal lobe. Doctor started an empiric treatment. What is the most possible diagnosis? أكيد أكيد دكتور سعد هنعدل إن شاء الله ونرسله لكم. كل الأخطاء اللي فوق دي تتعدل إن شاء الله. في عمران بيقول هربس. حصة دكتور حصة بتقول هربس برضو. طيب حد عنده رأي تاني؟ طيب نشوف. طبعا هي موضوعنا عن الهربس سيمبلكس إنسيفاليتس. الكلينيكال فيتشرز طبعا الانسيفاليتس صعب جدا جدا انك تفرقه ما بينه وبين المنينجيتس. هتلاقي بس ممكن تلاقي في سي ان اس بروبلمز زياده، ممكن تلاقي اتاكسيا، ممكن تلاقي هيميباريسيس، ميموري لوس، افازيا اللي هو انك ما يعرفش يتكلم، سيزرز، الترد منتال ستاتيوس، اور مينينجيال ساينس. طبعا ليه؟ لانه ممكن يكون معاه مينينجيتس، ممكن تلاقي كوما. طبعا very important to remember bacterial meningitis but herpes simplex may resemble bacterial meningitis but the combination of altered mental status, seizures and focal neurological deficits is more common for herpes simplex encephalitis. يعني زي ما احنا قلنا very important. طيب التريتمنت antiviral treatment لانه most of encephalitis is viral infection، دي مهمه برضه. most of meningitis is bacterial infection. فهتدي intravenous cyclovir، duration هتدي من 14 ل 21 يوم. فهيبقى هنا الاجابه الهربس صح، لانه عنده seizures، عنده alter mental status. طبعا very important هتلاقيه برضه في اسئله الهربس، هتلاقيه بيقول لك إنه السي تي عنده ليجن، هتلاقيه في الفرونت تيمبورال لوب، ممكن يقول لك فين تيمبورال لوب بس، يعني ديت برضو تعتبر ميزة عند الهيربس سيمبلكس انسفاليتس. أوكي طيب السؤال اللي بعده، السؤال السابع: 32 years old male farmer is presented with a flu-like symptoms, night sweats and painful cervical lymph nodes. His temperature rises gradually and falls over days. He is used to drink milk directly while milking his cows without boiling it first. What is the treatment for this patient? What do you think? هنا كتير بيقول لنا عنده بروسيلوسيس. صح، هو عنده بروسيلوسيس. طيب عرفت ازاي اللي قال انه عنده بروسيلوسيس؟ ايه هنا signs and symptoms؟ الفلو لايك سيمبتومز طبعا اكيد هتبقى مع اي انفكشن، نايت سويتس. اهم حاجه هنا انه بيقول لك انه الفيفر لو تلاحظ نوعيتها معينه هنتكلم عنها دلوقتي، وكمان عنده مشكله انه بيشرب الحليب من غير ما يبستر. تمام، ودي برضو تعرضه اكتر للبروسيلوسيس. فانتوا اغلبكم هنا بيقول الاجابه دوكسيسايكلين اند كامبس.
تمام هنشوف كلينيكال فيتشرز زي ما احنا قلنا الانتيبيوتيك ثيرابي طبعا زي ما انا قلت ريمبر البروسيلوسيس عنده هيكون عندك اندولات فيفر اللي هي نفس اللي احنا يعني لو شفت هنا الوصف بتاعها temperatures rises gradually and falls over days دي الاندولنت فيفر تمام وبيكون عند يعني متعود انه ياخد unpasteurized dairy products اللي هو يعني غير مبسترة فدوكسيسايكلين and rifampin هو الانتيبيوتيك المفروض نديه first choice second line ممكن ندي دوكسيسايكلين and streptomycin so هنا الإجابة هتبقى ايه great يعني أغلب الإجابات صحيحة دوكسيسايكلين and rifampin in the first line طيب what does indolent fever means زي ما قلنا اللي هو fever بتعلى gradually وبتنزل over days هي دي الاندولنت فيفر السؤال الثامن a 34 years old patient presented with a fever headache malaise fatigue muscle aches and jaundice he came from Sudan last week the physician suspected malaria infection كويس يعني هو ادك هنا عنده malaria infection ما مش لازم انت تعرف diagnosis after doing thick blood smear they found a type of plasmodium in his blood So doctor decided to prescribe a drug to kill these organisms in patient's blood and another drug to kill dormant form of these species in the liver. What type of plasmodium species do you expect the doctor found? What do you think? Dr. Amran, we will be Vivex. What about others? What do you think? Vivex. طب تمام هنشوف دلوقتي. طيب نشوف. كلنا عارفين الملاريا وعارفين ان هي life threatening disease وترانزميتد بالبعوضة اللي هي بتسميها female anopheles mosquitoes وطبعا الابيديميولوجي كلنا عارفين ان هو البلازموديوم فلاسيبيرم هو most common في افريقيا لكن مهم جدا انك تعرف ان البلازموديوم فيفاكس is the most common in other regions في امريكا أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية تمام؟ لأن أحيانا بيجيلك في الاختبار يقول لك what is the most common cause of what is the most common organism تبقى عارف يبقى كله شبه بعض بس أنت مش عارف هو بلاسيبيرم ولا فيفكس فبتجاوب بس على حسب الإحصائيات signs and symptoms زي أي fever هتلاقي عنده زي أي يعني infection هتلاقي عنده fever هتلاقي عنده shaking هتلاقي عنده headache muscle pain, tiredness, nausea and vomiting, diarrhea. وطبعا الفيفر هتكون عندها يعني طريقة معينة هنا في الديزيز مختلفة شوية. إنه والله هتبدأ cold stage وبعدين تنقلب hot stage تكون في cycles يعني وبعدين تتحول لsweating stage. هيكون الفيفر هنا cyclic. كل شوية بتعدي على cold stage, hot stage, then sweating stage وتبدأ من جديد. ودي مهمة لأنه كل نوع ملاريا بيختلف على حسب الفيفر سبايكس بتاعته السايكل بتاعت الفيفر في عندك السايكل دي بتتعاد كل يومين في الفيفكس والأوفيل بنسميها ترشيان ملاريا وفي أحيان بتتعاد كل ثلاث أيام بنسميه اللي هو البلازموديوم ملاريا اللي هو بنسميه كوارتان ملاريا وعندنا الفلاسيبيرم طبعا الفلاسيبيرم وال نوليزي ما بي يعني نفس الحاجة ما يعني الريجولر ما لهمش سايكليك معينة طيب الفلاسيبيرم هو الكومونيست هو الموست سيفير وان الأوفيل والفيفكس طبعا أنا هقول بس الأشياء الموست امبورتنت هنا الأوفيل and فيفكس الفيفكس second most important one والاتنين طبعا ليهم dormant phase يعني بيروحوا والله بيستخبوا في الليفر ما تقدرش انك بس تدي دواء للدم لا بتدي دواء للدم وانك تقضي عليه في الليفر كمان وعندنا النوزي يعني مش مهم قوي اللايف سايكل انا ممكن اعديها دلوقتي لاني مش مهم ان انا اتكلم عنها الان لان في ضيق في الوقت شويه فننتقل للاجابه على السؤال ايه الاجابه طبعا هنا السؤال قال لك انه اداله دواء واداله دواء تاني عشان يقضي في يقضي عليه في الليفر هنا تفهم منه ايه انه اني واحد فيهم لا هو الموست كومن الفيفكس هنا الفيفكس طبعا في كتير منكم جاوبوا انه فلاسيبيرم
لا هو مش الفلاسيبرم طبعا، ده انا فاهم انكم جاوبتوا على انه جه من السودان، واحنا قلنا الموست كومن في السودان هو الفلاسيبرم، بس ده مش شرط. يعني عندنا السكند موست كومن برضو اللي هو الفيفكس، فممكن يكون فلاسيبرم او فيفكس. هنا الموضوع كله على اساس هم بقى عامل الثيك سمير، وهنعرف دلوقتي هي ايه الثيك سمير ديت، وعارف نوعه واداله دواء في الدم ودواء للليفر. اوكي، فالانسر هنا اللي هو الفيفكس. صح دكتور حسن. طيب السؤال التاسع: 30 years old patient presented with fever, headache, malaise, fatigue. نفس الحالة بالضبط. He came from Sudan last week. The physician suspected malaria infection, but blood smear showed no parasite. What is the next step? Rule out malaria, repeat after a month, repeat after 48 hours, or repeat smears every 12 to 24 hours. السؤال ده طبعا مهم وجيه كتير. Reopen the slide share. تمام، هحاول اهوت بس لانه بيعلق بس. والله يعني كتير منكم هنا بيقولوا دي هنشوف دلوقتي. سو شوف يعني لما باجي اعمل نيكست هنا بيعمل ديلي، ما بيتحركش. الانفستيجيشنز في الملاريا فيري سمبل، سي بي سي لايك اني اذر انفكشنز. هتلاقي عنده طبعا هيموليتيك انيميا اند ذا ساينز اوف هيموليتيك انيميا. هتلاقي عنده ثرومبوسايتوبينيا، ليكوسايتوبينيا. اهم حاجه هنا البلاد سمير، انك تعرف ان في عندنا نوعين من البلاد سمير، في عندنا واحد بنبدا بيه وواحد بالكونفيرم بيه. اللي بنبدا بيه اللي هو انيشال تيست اللي هو الثيك بلاد سمير. حد لاحظ حاجه؟ يعني احنا قلنا هنا بنبدا انيشال ثيك بلاد سمير، والثيك بلاد سمير هنا بيعرفك بس انه في باراسايت، لكن ما بيقولكش نوعها. بيقول لك والله ان في عنده ملاريا انفكشن، وبعد كده بنكونفيرم بالثين بلاد سمير اللي هو lower sensitivity but higher specificity، وبيعرفك هو عنده والله بلازموديوم فلاسيبيرم ولا فيفكس ولا اوفال and so on. اوكي، so when we begin with اللي هو الثيك، وبعد كده بنعمل الثين to confirm. حد لاحظ حاجه من السؤال اللي فات اللي قبل ده؟ في غلط تعمدت ان انا احطه اشوف يعني حد هيلاحظ ولا لا. في غلط في السؤال اللي قبل السؤال ده. حد لاحظ؟ طيب هرجع للسؤال تاني. صح، والغلط ليه ثيك سمير غلط هنا؟ بالظبط، لان ثيك سمير مش هتطلع لك التايب، فديت المفروض ان احنا ان شاء الله اللي هتترسلكم هتكون متعدله من كل الاخطاء، بس انك تعرف ان ثيك سمير طبعا هنا غلط، لان هي مش هتطلع لك التايب، المفروض تكون ثين سمير. اوكي، هنا بيقول لك لو طلع عندك السمير اللي عملتها وطلعت نيجاتيف، لا ما تقفش عند كده، ما تقولش والله خلاص انا كونفيرمد ان هو نيجاتيف وما عندوش ملاريا. يو هاف يعني اذا عندك سسبشن يو هاف تو ريبيت 3 تايمز افري 12 تو 24 اورز، فيري فيري امبورتنت. سو الاجابه هنا هتكون ايه؟ ممكن تطلع البول لو سمحت. سو الاجابه الصحيحه اللي هو ريبيت سميرز افتر اور افري 12 تو 24 اورز. اوكي، السؤال الاخير اللي هو A patient is planning to travel to Sudan. He came to your clinic for drugs that prevent malaria because he is afraid of this disease that infected his brother before. What will you give him? هنا السؤال بيسأل عن الايه؟ البروفيلاكسس. What do you think? يعني اغلبكم بيقول الميفلوكوين. ايوه، الاغلب راح للميفلوكوين، وهنشوف دلوقتي هو صح ولا غلط. طبعا الـ drug recommendations for treatment of malaria، الجدول ده رهيب وجدا جميل لو فضل عندك، ويعني ملخص لكل حاجة. الـ uncomplicated وchloroquine sensitive plasmodium falciparum. طبعا احنا هنا هنتكلم عن الفلاسيبيرم وهنتكلم على التانيين اللي هم الدوميننت بعد كده. فالفلاسيبيرم احنا عارفين لانه في الدم بس، احنا محتاجين ان احنا ندي دواء بس بيعالج اللي في الدم، فهيبقى طبعا هنا لانه كلوروكوين سنسيتيف. هتعرف ازاي انه كلوروكوين سنسيتيف؟ على حسب المنطقه الجغرافيه. من هنا بتعرف هل المنطقه دي الموست كومن فيها هو الكلوروكوين سنسيتيف سبيشيز ولا لا. طبعا دلوقتي في الحياه العمليه بيدوا على اساس ان هو نوت سنسيتيف، الكلوروكوين ريزيستنت، لانك انت مش ضامن، واحنا زي ما قلنا ان هو يعني لايف ثريتنينج ديزيز. فكلوروكوين فوسفيت اور هيدروكسي كلوروكوين دي في حالات لو كان سنسيتيف، حالات لو كان ريزيستنت تدي بقى اللي هو الكومبينيشن المعروف
الارتميزينيت، دوكسيسايكلين، تتراسايكلين، اوركليندامايسين. في الـ 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 في حالات الفيفكس والاوفيل بنزود حاجه عشان تقضي عليهم في في الكبد، اللي هو الايه اللي هو في الحاله ديت البراميكوين فوسفيت. بس يعني مش عايز اخش في التفاصيل، لكن ذا مانيفيستيشنز يعني امتى تعرف ان هي كومبليكيتد او ان كومبليكيتد ملاريا انفكشن بالحاجات دي، اللي هو يعني كومبليكيتد يعني من الاخر سيفير ملاريا، يكون عنده سيربلال ملاريا، ابنورمال بيهيفير، كوما، سيزرز، الحاجات دي بتديك ساين ان هو كومبليكيتد. اوبن ذا سلايد شير. والله انا حاولت اوبن ذا سلايد شير كذا مره بس ما بيحركش سلايدات. هنشوف يعني شوف يعني انا هنا حركت سلايدات بس بتيجي فجاه وتعلق مش عارف ليه. سامعيني في صوت؟ البروفيلاكسس طبعا اللي شرحناه من شويه ده كان التريتمنت. هنا البروفيلاكسس، البروفيلاكسس اللي هو لو هتحاول تسافر لمنطقه ومش عايز يجيلك المرض، اذا كانت المنطقه كلوروكوين ريزيستنت تدي له ايه لاتوفاكوين والبروبينال، وتدي دوكسايكلين اد ميفلوكوين. لو كلوروكوين سنسيتيف فلاسيبيرام بتدي كلوروكوين بس. في حالات البريجننسي امبورتنت برضو ان هو تدي كلوروكوين او الميفلوكوين، ديت هي الدراجز ريكومندد ان ديورينج بريجننسي في حالات الملاريا. سو الاجابه هنا هتكون ايه؟ نرجع للسؤال. رايت اكزاكتلي اكسلنت. وبكده نكون الحمد لله خلصنا يعني كل الاسئله اللي كانت معانا، ودي الريفرنس اللي انا استخدمتها. شكرا لاستماعكم، وحد عنده اي سؤال الله يعافيك. شكرا، الله يعافيكم اجمعين، شكرا لكم. العفو. حد عنده اي سؤال او اضافه؟ والسلام عليكم.